السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة ربي وسلامه على محمد وعلى آل محمد. الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحدث الذي اختلف الناس فيه بين قائل بأنه مظهر من مظاهر الفرح وبحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين القائلين بأنه بدعة. درس اليوم إخواني عن أمر أعظم خطبا من كل ذلك، وحتى يستبين هذا نذكر بواحدة، إن الله سبحانه وتعالى إخواني عندما يشرع نسيكة في دينه فإنه يبين معالمها. مثلا عندما أمرنا بالاحتفال بعيدين بين رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نحتفل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا عن العيد الأضحى، قال: هي أيام ذكر وأكل وشرب، وفي أثر قال: وبعال. بين قبلها قال: من أراد أن يضحي فلا يأخذ من أظفاره ومن أشعاره شيئا. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صبيحتها: إذا ذهبت إلى المسجد من طريق فارجع من طريق مغايرة، فابدأ طعامك بأضحيتك. يعني بين لنا المعالم، لم يتركنا هملا. لكن للقائلين الآن بالاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول: هل أجمعتم أمركم كيف يحتفل الناس؟ أم فتحتم الباب وتركتم الشيطان يهيم بالناس في سبله حتى وصلوا إلى أمر خطبه عظيم وأنتم شركاء في هذا الوزر؟ لأن تعبيد الناس إخواني أمر مهيب، قد ختمه الله سبحانه وتعالى بالرسل. فإن الشيطان كما قال الله سبحانه وتعالى: لا تتبعوا خطوات الشيطان. قال رسول الله: إن الشيطان قد رضي بما تحقر من أعمال ومن بدع صغيرة، قد رضي بها لأنها موصلة إلى ما لا يبصره الجهال. مثلا وأنا أتأمل كيف يحتفل الناس اليوم بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأمل معي. مثلا من الناس من يشتري الشموع، في بلادنا يشترون الشموع وهذا معلوم، لا يشترونها لأن النور ينقطع يومئذ، بل يجعلون على كل عبد شمعة في تلك الليلة، يعني يشعلون شمعة ينيرونها في تلك الليلة. وعندما سألت أنهم يفعلونها حتى على الأموات من العائلة الموسعة، مثلا يضعون شمعة في ركن للجد أو الجد العم الخال الأموات، وعندما بحثت لماذا، قالوا: لأنها تنير درب الأموات حتى يصلوا إليهم في ظلماتهم. لا إله إلا الله، والذي نفسي بيده، إنها عبادة وثنية محضة. هذه العبادة اليوم يفعلها من؟ الذين يتمسحون بالأضرحة، يفعلها قبلهم. رأيت النصارى، هي عبادة أصل مجوسية بوذية، هذه الاحتفال بالشموع يفعلها النصارى. كيف يفعلونها اليوم؟ في المواطن حيث يقتل قتيلهم في حادث مثلا، يضعون شمعة في المكان الذي قتل فيه، ظنا منهم أن تلك الشمعة تضيء له دربه في هذه الظلمات. رسول الله صلى الله عليه وسلم نبأه الله بذلك فقال: هذا من فعل الجاهلية، كان يقول: لعن الله من يتخذ السرج على المقابر، أي للموتى. ها هي اليوم تشعل الشموع على أرواح الأحياء والموتى سواء. رأيت عندما قلت أنها خطوات شيطان، عندما تركوا الناس هملا، ها هو الشيطان قد يأخذهم إلى سبيل شرك أكبر أو أصغر، بجهالة أو بعلم، لكن هذه هي خطوات الشيطان وهم في الوزر سواء. الأمر الآخر بدأه أقوام فقالوا: بل نذهب إلى بيوت الله ثم نثني على رسول الله ونصلي عليه، ثم تطور الأمر فأصبح قصائد في حق رسول الله في الثناء عليه، ثم تطور الأمر فأصبح مديحا في حق رسول الله، ثم تطور الأمر فأصبح مديحا ملحونا مع الدف، ثم تطور الأمر فأصبح من المتصوفة من يذهب يعني بشطحاته وبهيماته في بيوت الله، ثم تطور الأمر الآن فأدخلت الآلات والمعازف إلى بيوت الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله، وهاته سبيل الكنيسة تماما. الكنيسة بدأت بتوقير عيسى عليه الصلاة ربي وسلامه، ثم بالثناء عليه كما قال رسول الله: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، بل قولوا عبد الله ورسوله. هذا ظاهر الحب عندما يكون على غير أسس دين، فإن الشيطان يدخل به. فاليوم في الكنائس كما ترونها خلت ممن يرتادها إلا لسماع هذه الترانيم بالبيانو والآلات، يعني البوق وآلات العزف في الثناء على عيسى عليه الصلاة ربي وسلامه، الذي بدأ بالثناء حتى وصل بغلو فيهم، حتى وصلوا إلى عبادته سبحانه وتعالى عما قالوا. فهاته السبيل نفسها. الأمر الآخر وهي هذه المفرقعات والألعاب النارية التي فقأت أعين الصغار وبطرت أصابعهم وأحدثت ما أحدثت.
هذه معلوم يعني يفعلها النصارى في احتفالاتهم برأس السنة الميلادية، ويفعلها البوذيون كذلك في احتفالاتهم برأس السنة. أمر آخر مثلا، أكلات أصبحت تطهى لزاما في ذلك اليوم. مثلا من العائلات من يشتري ديكا روميا يجعله كاملا أو دجاجة لمن كان فقير الحال، ثم يأكلون ويجتمعون عليها لزاما. وهناك من يحضر أكلات لازمة، أكلات يعني تقليدية لازمة، حتى أصبح اعتقاد في الأكلات، قالوا من لم يأكل هاته فإن هاته السنة ستمر عليه يعني سنة سوء. انظر التطير كيف بدأ يدخل بدعاوي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر آخر مثلا وهي البقالة. ما هي البقالة؟ وهي أن يجتمع أفراد العائلة ثم يفتحون أوراقا فيها طالعهم لذلك العام أو ذلك الشهر. هذا إخواني فعل المشعوذين والسحرة والمنجمين. انظروا كيف يطمس الإيمان بدعاوي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين فتحوا هذا الباب فهام بهم الشيطان، هام الشيطان بالناس، يقولون لا نحن فتحناه فقط لنصلي على رسول الله في ذلك اليوم في سويعة في ذلك اليوم وندرس سيرته العطرة، يقولون هكذا. أقول هذا جرمه أعظم. لماذا؟ حتى يفهم ذلك أستدل له بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى الصحابة ويكره لهم كثرة النذر، الذي ينذر لله سبحانه وتعالى نذرا كأن يقول اللهم إن شفيت أو إن رزقت بكذا فإنني أتصدق على مساكين مثلا. قال رسول الله فإنه لا يغير شيء ولا يستخرج به إلا من بخيل. ما معنى ذلك؟ الذي قال اللهم إن رزقتني فإنني سأطعم أو أتصدق على مساكين، هذا فيه دليل أنه لم يكن يفعل هذا الفعل الذي هو الأصل أن يفعله دائما دون شرط، دون أن ينذر لله سبحانه وتعالى حتى يفعله. فمعنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يستخرج به إلا من بخيل، هذا فيه أمارة أن هذا الذي نذر هذا النذر أنه سيفعل إن فعل له، هذا أمارة أنه بخيل، لم يكن يتصدق ولم يكن يطعم ولم يكن يصوم إلا أن يشترط لذلك شرطا. كذلك الذين يقولون أنهم في يوم مولد رسول الله سيصلون عليه ويذكرون سيرته، هذا فيه دليل أنهم ما كانوا مكثرين للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كانوا دارسين لسنته. وكيف تدرس وتختصر سنة 23 عاما جهاد وتعليم وفقه وصبر وهدى، تختصرها أنت في سويعة. رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته أسوة لنا، كلها أسوة، أتختزلها أنت في سويعة؟ وللقائلين بالاحتفال أقول لهم هل تقدحون في حب من لم يحتفل؟ يعني الذي لا يحتفل، هل تقدحون أنه لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن قلتم لا كما يفعل اليوم بعض الأئمة فإنهم يداهنون، يقولون من شاء أن يحتفل فليحتفل ومن شاء لا يحتفل لا يحتفل. لا إخواني، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أمرا ظنيا، بل هو ملزم دين أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسك ومالك وولدك. حب رسول الله ليس فضلا في مشاعرنا، مشاعر زيادة تحب أو لا تحب، هذا دين بأبي هو وأمي، تحبه لله حبا دينا. فالذي لا يحتفل بظنك أنه لا يحب، فإن قلت لا أقدح فيه، ففعلك إن كان حبا لرسول الله كيف تسكت على من لم يظهر حبه لمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وجبت ها هنا البراءة منه، الولاء والبراء في الله. كيف أنت تحب وأناس لا يحبون؟ وجب قدحهم. والآن رأسا تقدح في الصحابة لأنهم لم يحتفلوا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللمحتفلين بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول لهم وهل موت رسول الله أمر هين؟ مثلا لو نشأ نشأ فقالوا كذلك نجعل اليوم لموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يحزن معنا نحزن فيه، ومن لم يحزن معنا فإنه فرح بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن نجعل مساجدنا كذلك كأنها حسينيات، نلطم ونبكي على موت رسول الله. وعندهم دليل يستدلون، مثلا يقولون رسول الله قال من أصيب بمصيبة فليذكر مصيبتي فإن موتي أكبر المصائب. كذلك سيأتي أقوام مثلا يقدحون في من يمرر موت رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يبدي تجاهها كذلك من الحزن ما يبدي. والله أتعجب من شيء، عندما يقوم الإمام على المنبر فيفتتح قائلا خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها، يصيح بها ثم ينافح على بدعة المولد. طول العام تسمع نحن السادة الملكية والسادة الملكية، مالك رحمه الله ماذا قال؟
قال من ابتدع في الإسلام بدعة وإن رآها حسنة، وإن رآها حسنة شيء محدث أحدث جديدا، وإن رآها حسنة فإنه يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيانة الرسالة، ذلك أن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن عندهم يومئذ دين فلا يكون عندنا اليوم دين. اليوم لن تجدهم يتكلموا ويذكروا يعني مالك وما قول مالك في البدعة وفي المولد، اليوم أصبحوا أفقه من مالك كما يفعلون مثلا في زكاة الفطر، مالك ألزمها أن تخرج طعاما، يخفون قول مالك. رأيت هذه الخفة، هذا التذبذب في المذهب. ولعامة الناس الذين صدقوهم أقول لهم إخواني، لا أحد يقدح في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقائق الأمور لا يعلمها إلا الله الذي يعلم السر وأخفى. أقول لكم إن كانت المسألة حب وإظهار حب، هذا لا يلزم منه شعيرة تبتدع لإظهار حبنا في لرسول الله. أذكرك بحديث، حديث عبد الله الذي كان يكنى حمارا، صحابي جاء به يوما فجلد لأنه شرب الخمر، جلده يعني الصحابة، فقال صحابي لعنه الله كثرة ما يؤتى في ذلك، يعني دائما نجده في هذا. فقال له رسول الله لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، لا إله إلا الله، شهد له بحبه وهو على معصية. يعني لا يلزم لك بدعة حتى تظهر حبك لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أليس من العار والهوان أن يختزل حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شمعة وفي دجاجة؟ تحرك رأسك في المسجد ساعة ثم ترجع لدجاجة، هذا هو حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم في شمعة وأكلة؟ لا إله إلا الله. تختزل سيرة رسول الله في سويعة؟ لا، هذا هو حبك. الحب أمر عظيم إخواني. مرة جاء صحابي لرسول الله قال له يا رسول الله إني أحبك، قال له اعلم ما تقول، قال والذي نفسي بيده إني أحبك. كرر عليه السؤال ثلاثة، فقال له رسول الله فاعدد للفقر تجفافا، إن الفقر لمن يحبني أسرع من الماء في سيله. حب رسول الله صلى الله عليه وسلم له برهان إخواني، حب رسول الله إخواني اتباع لسننه المهجورة. أليس المحب لمن يحب مطيع كمن يقال؟ حبه أن تطيعه وتحيي سننه، وهذا أمر وعر صعب حقا. مثلا من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم المهجورة أنه كان يأمر أصحابه أن يحتفوا أحيانا، يمشوا أحيانا حفاة تواضعا لله سبحانه وتعالى، وفيها من الحكم ما فيها. منذ مدة كنت أحيي هذه السنة، أحيانا في الأسبوعين في الشهر مرة أمشي حافيا إحياء لهذه السنة. يوما كنت كذلك في قارعة الطريق، كنت كذلك، فرن الهاتف أخذته، فإذا هي الوالدة اتصلت بي قالت لي أين أنت؟ قلت لها كنت في ذلك المكان وذاهب إلى ذلك المكان، ألك حاجة؟ أو قالت لها هل أنت بخير؟ قلت لها بخير وعافية. قالت مع أهلك أحوالكم بخير؟ قلت بخير. قالت اتصل بلا فلان قريبنا قال لي إن ابنك قد جن، إنه يمشي حافيا في الشارع. فأحجبت عن ذلك الفعل مدة من الزمن، ثم تذكرت ضريبة وثمن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبه ليس كلمات إخواني. عندما قال رسول الله، سأله صحابي قال يا رسول الله دلني على عمل يحبني الله به، قال له ازهد في الدنيا يحبك الله. اليوم إذا نصحت أحد بالزهد قال لك لكن اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، لا إله إلا الله. عكس الحديث، يعني يواجهون الحديث عندما يضرب الدرهم والدينار، يواجهون الحديث. أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا أن تكون شابا، أو أن تعفو لحيتك اتباعا لأمر رسول الله فتطرد من عملك، هذه الفتنة. فتصبر حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت ساكت تبدي الرضا. ثم هم تأملوا ما أهون هذا الحب الذي يختزل في دجاجة وفي شمعة وفي شطحة، ما أهون هذا الحب وما أبخسه؟ هل هذا هو ثمن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حب الله ورسوله إخواني باعت عليه أناس أنفسهم وأبنائهم وهم صابرين محتسبين ولم يقولوا شيء، لأن الحب يعلمه الله سبحانه وتعالى. رسالة التي أردت أن تبلغ وهي للذين ينافحون عن هذه البدعة، أقول لهم أولا أنكم ما فزتم بشيء إلا نصرة لحظ أنفسكم وللهوى الذي لا يوصلكم إلا للحسرة وللندامة، فإنكم فتحتم على الناس بابا قد هامت به الشياطين في الناس وبالناس في سبل هي خطوات موصلة إلى الشرك، وإنكم في الوزر سواء.
أما أن يتنصر أحدهم يقول لا أنا لم أفتح الباب لأجل ذلك ولا أنافح لأجل ذلك، أقول له لا، بل أنتم شركاء في كل هذا. عيسى عليه الصلاة والسلام عبد بداية بمظاهر الحب وبمظاهر الرهبانية التي ابتدعت. أقول له كما أن الرجل إذا أدخل في قبره يرى منزله من الجنة، فإذا كان يوم القيامة وجد منزلا آخر غير الذي بشر به، فيقول أن هذا، فيقول بدعاء ولدك عليك، يعني عندما كان ميت كان يجري عليه ما لم يكن يعلم. كذلك قال رسول الله من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها، إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيء. والسنن إخواني قد بينت، سنة حسنة أي أحيا سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أكمل الله به الدين. ليعطيهم مثال على ذلك ليفهموا أنهم شركاء، الأمر إذا ظنوه هين قد يصل بهم إلى ما يصل، فهذا وزر يبقى إلى بعد مماتهم إلى قيام الساعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق بيضة فتقطع يده ويسرق حبلا فتقطع يده. لكن إخواني البيضة والحبل لا يبلغان النصاب حتى تقطع اليد، لأن ثمن الذي تقطع فيه اليد ذلك المقدار ربع دينار ذهبي إخواني هو حتى نختصر اليوم حوالي 100 يورو، فثمن البيضة لم يصل إلى 100 يورو، وثمن حبل لا يصل إلى 100 يورو. لماذا قال رسول الله ذلك عليه الصلاة ربي وسلامه؟ قالها لأن الذي استهان أول أمره بسرقة بيضة وحبل يستهين بذلك، فيفتح له الباب ثم يتابع الشيطان خطواته معه حتى يصل يسرق شيء فتقطع يده بذلك. فكانت البداية هي فتح الباب ببيضة وفتح الباب بخيط أو بحبل. كذلك الذي قالوا نفتحه فقط للصلاة على رسول الله، ها هو اليوم أصبحت البقالة وأصبحت الشموع لإحضار الموتى وأصبحت الخطوات التي لا تحمد عقباها ظاهرة جلية، فليحاولوا أن يلملموا الآن. لا، لأن الناس إذا تأثرت فيهم البدعة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء من ينتزعها قيل له أنك تريد ترك السنة، وسيخرج كالعادة المنافحون على هذه البدعة ينكرون من ينافح على إنكارها. أقول هذا أمر عادي إخواني، هذا لكل كسبه، هذا يثبت على شهوته وهواه، وهذا يثبته الله سبحانه وتعالى على إنكار المنكر والبدعة، ويوم الفصل يفصل بيننا الله سبحانه وتعالى. علموا أبناءكم إخواني أن هذه بدعة وأن القائلين بها جهل ما آتوا بشيء، وعلموا أبناءكم أن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يبدأ بترهيبهم من البدع وهذه من البدع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.